كيف نخلق فرص عمل جديدة ومستدامة؟ كان هذا هو الموضوع الرئيسي في منتدى الأعمال الاتحاد الأوروبي إفريقيا في بروكسل، الذي جمع الزعماء ورجال الأعمال ومحامي المجتمع المدني. أحد أحدث الأدوات اليوم قدمتها المفوضية الأوروبية، التي ترغب بترويج نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية مستدامة عالمية مع حلول عام 2030. خطة الاستثمارات الخارجية تعتمد على ثلاثة أسس: أولها الاستثمار بدون مخاطر في عدة مناطق وخلق فرص أعمال، الثاني هو المساعدة التقنية التي تعنى بتجهيز بيئة الأعمال بجعل الظروف أكثر ملائمة للاستثمار، الأساس الثالث يتعلق بالحوار السياسي الذي يرتبط بحقوق الإنسان ومعايير السلطة الجيدة ومكافحة الفساد. على التوازي مع دعم التنمية التقليدية، ستنفق 3,350,000,000 يورو تمويلات من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 في محاولة لحفز استثمارات ب 44 مليارا إضافية. حتى نصبح قادرين على تجاوز القوة المالية والتقنية في البنية التحتية في إفريقيا، نحن بحاجة لجميع المساهمين، تحديداً الشركاء من القطاع الخاص والعام. مشاركة القطاع الخاص مسألة مهمة في هذا النوع من الجهود. فيما يتعلق بالقطاع الخاص، هذه الضمانات المالية ستكون خزاناً مؤقتاً للمخاطر الحالية في الاقتصادات الهشة. المشغل الاتحادي الأكبر في فرنسا يرى هنا الفرصة من أجل استراتيجية أطول بالنسبة لإفريقيا. العمل مع رجال الأعمال وخصوصاً في الشركات المتوسطة والصغيرة هو حجر الأساس لبرنامج مهم يترتب علينا تطويره بين أوروبا وأفريقيا. عندما تخلق المنفعة يمكنك الاستثمار، الاستثمار في شعبك، الاستثمار في تدريب شعبك، يمكنك إنشاء شركات مستقرة ومستدامة. المنتدى أقيم خلال أيام التنمية الأوروبية، ما سمح بإجراء الاتصالات والحصول على أفكار من أجل قمة إفريقيا الاتحاد الأوروبي المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر. ساحل العاش ستستضيف الفعالية، ونائب رئيس البلاد بحث الخطوط الأولية مع نظرائه الأوروبيين. بالنسبة لدانييل دونكن، أصحاب الأعمال العالميين والمحليين هم بحاجة إلى دعم. نحن نود تحقيق امتيازات للقطاع الخاص لدينا، لأن المساعدة الحكومية نفدت. يجب القول خلق نوع من المناخ الملائم للأعمال الذي يفضل إعطاء امتيازات للمشاريع التي لها علاقة بالسابقة، ليس لخلق فرص عمل وحسب، بل ومن أجل تنمية البلاد تبعا لآخر التطورات التقنية نوهاو. التعليم والتحول إلى الرقمية هي محاور أساس لخلق فرص العمل في نموذج الاقتصاد الحديث. يجب تقييم رأس المال البشري عاليا في هذا الإطار، تقول سيدة الأعمال ريبيكا سترومير. إفريقيا تملك موارد غنية، لكن البشر هم أيضا موارد. إذا كان لديك سكان متعلمين بشكل جيد ولديهم المهارات، تكون قد نجحت. أعتقد أن هذا مهم جدا للحكومة بالنظر للبنية التحتية وللتأكد من أن كل شخص لديه اتصال مع الإنترنت. هذا حق إنساني والتكاليف قليلة، وهذا ممكن. الاستثمارات المستدامة تعني أيضا الانتقال إلى ما يدعى الاقتصاد الأخضر، بمكافحة التغيرات المناخية وبتوفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، كما هو مقترح في اتفاقية باريس للأمم المتحدة. إفريقيا لديها أعلى وأكبر إمكانيات للطاقة المتجددة، لكن في نفس الوقت لديها أدنى مستوى للحصول على الطاقة. لذا هناك فرصة لتجاوز الهوة والقيام بالمساهمة اللازمة من أجل تنمية مستدامة، كما في مسألة التغيرات المناخية. مباحثات مهمة للتحضير لمستقبل هذه القارة، حيث عدد السكان القادرين على العمل يتوقع أن ينمو إلى 70% بين عامي 2015 و2035.